على الصعيد الاقتصادي وعلى أصعدة أخرى. لقد نسينا خط السيادة على الصعيد الأوروبي، لم ننساه في فرنسا نحن، ولكن لابد أن نعود ونركز تفكيرنا على صعيد الصعيد الأوروبي، سواء كانت المسألة تتعلق بالبيئة أو العالم الرقمي وغيرها. لابد إذن من أن ننظر إلى أجندة طموحة، أن تكون لنا أجندة طموحة، ونرى ما الذي يتوجب علينا بناؤه في الأعوام المقبلة. هذه الأجندة الأوروبية لابد أن تضم أيضا المملكة المتحدة. مهما كان مصير البريكزيت، لابد من الاستمرار في التفكير في سيادتنا مع المملكة المتحدة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاستراتيجي وغيرها من الأصعدة. طبعا لابد من أن ندافع عن مصالحنا على المدى القصير، ولكن هنا التاريخ والجغرافيا موجودان ولديهما ويفرضان نفسهما، ولابد من أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. ولكن السيادة إذن مشاهدين تابعنا معكم جزء